عندي عادة أنا إكسير السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج الأشبال. تم تعيين لجنة خماسية مؤقتة لإدارة الكرة المصرية من قبل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي. مسؤولية كبيرة وتحدي صعب. أتمنى من هذه اللجنة أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية وأن تعيد ترتيب أوراق كرة القدم المصرية مرة أخرى. أيضا أتمنى من هذه اللجنة ألا تهتم بالدوري الممتاز فقط ولجانه والأندية. في عندنا قاعدة كبيرة جدا من خلال قطاعات الناشئين في الأندية، عندنا مسابقات الناشئين، عندنا الحكام، عندنا تثقيف المدربين. مسؤولية كبيرة، أتمنى من هذه اللجنة أيضا أن تهتم بقطاعات الناشئين. عايزين نشوف خلال الفترة اللي جاية عندنا ناشئين مميزين يخرجوا زي محمد صلاح ما شاء الله متألق في الدوري الإنجليزي، وأيضا محمود حسن تريزيجيه ما شاء الله حاجة تفرح. لو عايزين نهتم وعايزين نصلح لازم هي القاعدة دي. فأتمنى من هذه اللجنة أيضا وضع مسابقات الناشئين في الاعتبار. مسابقات الناشئين بتخرج لمنتخبات مصر الناشئين والشباب والأولمبي لعيبة إن شاء الله تكون هي النواة لمنتخب مصر الأول. زي ما قلت لحضراتكم مسؤولية كبيرة وتحدي كبير أمام هذه اللجنة. نروح للنادي الأهلي. في النادي الأهلي كل الأمور تشير أو تسير نحو الأفضل ما شاء الله. مباراة بطل النادي الأهلي أمام بطل جنوب السودان كلها إيجابيات كتير تكلمنا فيها واستفدنا فيها خلال الأيام السابقة. محمود وحيد ظهوره بهذا المستوى، محمود متولي وصفقات الجديدة، أفشة كمان، حمدي فتحي ما شاء الله بيأدي أداء رائع، وأتوقع أن حمدي فتحي قريبا هيكون موجود في منتخب مصر. صلاح محسن ما شاء الله أداء رائع. كل الأمور زي ما قلنا لحضراتكم في النادي الأهلي تسير نحو الأفضل إن شاء الله. خلال ساعات قليلة أو خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان أيضا عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. أتمنى إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. عندنا تحديات كبيرة في الموسم القادم، عندنا دوري أبطال أفريقيا. كل الجهود وكل مجلس الإدارة كلنا إن شاء الله نتمنى هذه البطولة إنها يعني ترجع تاني للنادي الأهلي. كل الناس بتشتغل عشان البطولة دي، كل الصفقات، كمان المدير الفني الجديد. فإن شاء الله كل التوفيق وكلنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. يا ريت من كل كيفك يا الأهلي، يا لك من اسم، اسألوا أهل طرابلس من أين لك هذا، اسألوا أهل البرج الجزائري من أين لك هذا، اسألوا أهل جدة من أين لك هذا، اسألوا الأهل الأردني والأهل البحريني والأهل القطري والأهل الإماراتي، عفوا كلكم أهلي ولكن اعذروني المسمى مصري، هم بدأوا باسم الأهلي. الأهلي يصنع فريق يكتب الحدوتة، فريق يعني الآن يتجاوز أن يكون فريق كبير، قول على فرق كبيرة، لا هذا فريق أسطوري، بالفعل هو من خانة الفرق الأسطورية، بألقابه، بأمجاده، بإنجازاته، بامتيازاته، بدأتها بعنوان من يومه، من تاريخه، في ساعات الاختلاف، الأهلي يجمع المصريين، وفي ذات الساعات وفي يوم المحن، الأهلي يرسم بسمة ويرسم دمعة، دمعة فرح في عيون المصريين. النادي الأهلي دائما يصنع التاريخ أمام بطل جنوب السودان 9-0، رقم قياسي كبير يكتب للنادي الأهلي من خلال فوز الأندية المصرية في بطولات دوري أبطال أفريقيا. عايزين في عزاء واجب طبعا نقدم تعازينا للاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي في وفاه شقيقه الاستاذ محمد انديل، وايضا بنقدم تعازينا للكابتن سيد الحفيظ في وفاه عمته، وايضا بنقدم تعازينا لاسره كابتن ممدوح هاشم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر والمدير الفني لنادي الزمالك السابق. بنقدم تعازينا لاسره الكابتن ممدوح هاشم، وربنا يا رب يجعل اخر الاحزان ويسكن موتانا فسيح جناته. هنروح لأول فقرات برنامج الأشبال وهنبتديها مع أخبار الناشئين والأشبال في الصحف والمواقع، وهنبتدي أخبارنا اليوم مع أهلي 2001
يفوز على سموحة في افتتاح بطولة الجمهورية. كان النادي الأهلي بقيادة الكابتن أحمد سراج مواليد 2001 تحت 18 سنة فاز على سموحة في المباراة التي أقيمت على ملاعب الناشئين بمدينة نصر 1-0. كان ابتدى النادي الأهلي بتشكيلة مكونة من حراسة المرمى حمزة علاء، وافتكروا معانا هذا الاسم، حمزة علاء في حراسة المرمى، خط الدفاع عمر حجاج وهاني عمرو ومعاذ أنور ومحمد أشرف، خط الوسط أحمد نبيل كوكا وعربي بدر ومحمد سلامة وحمادة الفيل وعمر رزق، وفي خط الهجوم محمد ياسر الوافد الجديد من نادي شربين. في الشوط الثاني أحرز الأهداف طه محمود، كان بديل وأول لمسة ليه نزل في الثواني الأخيرة بدلا من معاذ أنور، أحرز هدف اللقاء وفاز النادي الأهلي في افتتاح مشوار بطولة 2001 لدوري الجمهورية 1-0 على سموحة. هنشوف الخبر الثاني. الخبر الثاني أيضا من دوري 2001 وأولى مفاجآت بطولة 2001، وهو فوز اف سي مصر على نادي الزمالك بنتيجة 1-0. هنشوف الخبر معانا. اف سي مصر يحقق أولى مفاجآت دوري الجمهورية 2001. انتزع فريق اف سي لكرة القدم 2001 بقيادة الكابتن وليد جابر المدير الفني هدف أمام نادي الزمالك. وكمان الكابتن وليد جابر يعني وجه الشكر لمجلس الإدارة والدكتور عطية السيد. دكتور عطية السيد هو رئيس قطاع الناشئين في اف سي مصر، من الجنود المجهولة في كرة القدم. الدكتور عطية السيد عامل مجهود كبير في كل قطاعات الناشئين التي تولاها من قبل، سواء بتروجيت أو النهاردة موجود في اف سي مصر. كمان بيذلل كل العقبات أمام الفريق. كان أحرز الهدف اللقاء اللاعب هنروح يفوز على العبور 6-1. دي الأهلي شباب النادي الأهلي بقيادة الكابتن عمرو أنور، أيضا الجمهورية مواليد 99. كان النادي الأهلي لعب مباراة ودية أمام العبور 6-1، أحرز الأهداف صلاح يحيى هدفان وصالح نصر. افتكروا معايا اسم صالح نصر. صالح نصر من اللعيبة المميزة اللي أنا أتوقع إن شاء الله ممكن ياخد فرصة السنة دي في الفريق الأول ويطلع وينضم للفريق الأول من خلال التدريبات. صالح نصر، أقول لحضراتكم اللي أحرز الأهداف تاني، صلاح يحيى هدفين وصالح نصر ومحمد أحمد بيسو ومحمود بشار ومحمد شكري هدف لكل منهم. أيضا هنشوف أهلي 2003 يستعد لبطولة الجمهورية بمعسكر مغلق دمياط. دي آخر استعدادات فريق 2003 بقيادة المدير الفني كابتن محمد سعد. كان عامل معسكر مغلق في دمياط، ومن خلال المعسكر أيضا ستقام لقاءات ودية. بطولة 2003 إن شاء الله سوف تنطلق يوم السبت 14 سبتمبر القادم. برضو هيكون أول مواجهة لفريق 2003 أمام سموحة ثم الزمالك. إجراء جديد في قيد اللاعبين بمنطقة القاهرة لكرة القدم. برضو منطقة القاهرة، وهيبقى معانا النهاردة تقرير مهم جدا لأول مرة سوف يذاع على برنامج الأشبال وحصري عندنا من خلال منطقة القاهرة. منطقة القاهرة النهاردة بتعمل إجراءات علشان تقضي على التزوير والتسنين. كل سنة بتطور في إجراءات القيد، كل سنة بتحاول تدي الحصانة للأندية، وكمان عشان تمنع الموضوع التزوير والتسنين اللي انتشر خلال الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا ومبالغ فيه. برضو السنة دي عملت منطقة القاهرة حاجة جديدة، هي إقرار ولي توقيع ولي الأمر. برضو لازم في إقرار من ولي الأمر شخصيا، علشان وغالبا ممكن يكون في المنطقة علشان برضو نقضي على موضوع التزوير والتسنين. عندنا خبر مهم جدا، خبر هو أحزنني شخصيا، هو انسحاب أسوان من بطولتي دوري الجمهورية للناشئين 2001 و2004. دايما الصعيد مليء بالمواهب، دايما الصعيد مليان بالمواهب. لو نزلنا الصعيد، سواء حتى النادي الأهلي ما بينزل الصعيد، دايما بيطلع مواهب من خلال الاختبارات. منتخبات مصر الناشئين والشباب والأولمبي، خاصة الناشئين أو الشباب، لما بيتعمل اختبارات لمنتخبات مصر دايما بيكون في مواهب موجودة في صعيد مصر، سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وكمان أسوان. لما أشوف نادي بحجم أسوان، طبعا بنبارك له إنهم السنة دي موجودين في الدوري الممتاز، حاجة مميزة جدا، حاجة بتفرح الصعيد كلهم إن يبقى فيه نادي متمثل في الصعيد موجود في الدوري الممتاز. النهاردة ينسحب نادي أسوان من بطولة 2001 و2004. كنت أتمنى يكون موجود، كنت أتمنى اتحاد الكرة المصري يعني يذلل العقبات لنادي أسوان علشان نقدر نشوف مواهب تخدم الكرة المصرية. معايا على التليفون دلوقتي الأستاذ محمد حمدي عباس، عضو مجلس إدارة نادي أسوان. ازيك يا أستاذ محمد؟
اخبار حضرتك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك، وبشكرك جدا على المقدمه الرائعه دي لانديه الصعيد هناك اسوان اللي بيمثل السنه دي الصعيد في بطوله الناشئين. بنبارك لك طبعا في البدايه على صعود نادي اسوان للدوري الممتاز، زي ما اقول لحضرتك حاجه طبعا بتفرح الصعيد كلهم ان يبقى ليهم ممثل في الدوري الممتاز. ربنا يخليك ان شاء الله، نقدر نسعد جمهور اسوان واهل الصعيد كلهم ان شاء الله السنه دي بدعم اتحاد الكره لينا ودعم الدوله لينا ان شاء الله. كلمنا بقى في البدايه طموحات نادي اسوان السنه دي، السنه دي دوري ممتاز بعد غياب فتره، الهدف او طموح السنه دي ايه؟ والله ان شاء الله احنا ناويين بالنسبه للفريق الاول ان احنا يعني في المراكز المتقدمه في ظل الظروف الصعبه اللي بتواجه نادي اسوان. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا الناحيه الماليه بتبقى صعبه بالنسبه لنا طبعا، ده بالنسبه طبعا للفريق الاول، ان احنا نسافر 17 مباراه خارج اسوان طيران، يمكن احنا بنسافر اكثر من الفرق اللي هتشارك في افريقيا، يعني حتى الفرق اللي هتشارك في افريقيا مش هيسافر 17 مباراه وطيران يعني. فان شاء الله احنا ناويين نعمل حاجه كويسه، بنجتهد على قد امكانياتنا. عاملين معسكرات خارجيه حاليا، بقى لنا شهرين في معسكرات خارجيه. تمام. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نقدم حاجه كويسه لاهل الصعيد ومحافظ اسوان وجمهور اسوان ان شاء الله. دعمت يا استاذ محمد في حدود المتاح، دعمتوا الفريق الاول بلاعيبه مميزه؟ طبعا احنا شغالين حاليا طبعا بقياده كابتن مجدي عبد العاطي، موفرين كل الامكانيات، معاه جهاز محترم، شغالين طبعا بقى لنا شهرين كنا في معسكرين في الاسكندريه. وحاليا طبعا ابتدينا بقى لنا يومين دلوقتي في القاهره. دعمنا بمجموعه لعيبه طبعا، لازم تفاهم الدوري الممتاز، الف طبعا غير ممتاز، بنحاول نجيب خبرات كبيره تبدا تشارك معانا في الدوري. ان شاء الله كابتن مجدي هنعمل فرقه كويسه فيها خليط من الخبرات وخليط من لعيبه الدوري الممتاز ده، عشان نقدر نقدم كوره كويسه طبعا في ظل ارتفاع الاسعار الرهيب اللي حصل السنه اللي فاتت والامكانيات الضعيفه بتاعتنا. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدر نعمل فرقه كويسه نقدر ننافس بيها ونقعد في الدوري الممتاز السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله ونتمنى لكم يعني التوفيق، وكابتن مجدي عبد العاطي من المديرين الفنيين الشابين الواعدين المميزين كمان اللي قدر يصعد من اسوان من دوري القسم الثاني للدوري الممتاز. انا كنت بقول خبر دلوقتي انسحاب اسوان من دوري 2001 و2004 خبر انا احزنني شخصيا، السبب ايه يا استاذ محمد؟ والله يا كابتن اسامه انت عارف احنا يعني اتحاد الكوره السنه دي عامل طبعا زي ما انت عارف الفرق الصاعده بيبقى المشاركه بالفرق الناشئين اجباري عليها. تمام. فاحنا بعتنا لاتحاد الكوره قلنا له احنا في ظل امكانيات نادي اسوان ان انا مش هقدر اسافر باربع فرق، يعني كل فريق بالجهاز باللعيبه 27 فرد، ان انا اسافر 17 مباراه لكل فرقه يعني بمتوسط في لو احنا حسبناها اكثر من 68 لقاء خارجي، انا الفرقه الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي هتسافر الماتشات الخارجيه كلها بره محافظتها. تمام. يعني اغلبيه فرق القطاع حوالين بعض، يعني الاهلي والزمالك والحرس كلهم بيلعبوا، اقصى حاجه للفرقه بتاعت القاهره بتسافر اسكندريه ساعتين ونص. تمام. انا الفريق الوحيد اللي هسافر بس الاصل. كتير قوي، وهتبقى تكلفه ماليه كبيره. اربع فرق. تمام. الفرقه الواحده بس بتكلفني اكثر من 500,000، لما تيجي تحسبها الفريق الواحد عشان اسافر اقعد يومين في القاهره بيكلفني 30,000، خاصه انت عارف في ارتفاع الاسعار قطر رايح جاي. طب نادي اسوان مشترك، انا عشان اشارك باربع فرق يعني 2 مليون جنيه. يعني نادي اسوان مشترك مواليد 99 و2003، انسحب من بطوله 2001 و2004، مظبوط كده؟ هي دي المشكله الاكبر بقى، ان انا بعدنا لاتحاد الكوره ان انا بقول له انا هسافر هلعب في 99 و2003 على قد امكانياتي. طبعا مشكورا الدكتور محمود سعد، طبعا لما بيجي اسوان عشان يعمل دورات لينا احنا بنحتفل بيه طبعا، لان هو طبعا بالنسبه لنا احنا علامه في كره القدم طبعا دكتور محمود سعد طبعا. واحنا بعتنا لهم ان احنا بنقول لهم خلاص احنا هنشارك في 99 و2003 على قد امكانياتي. والفرقتين التانيين هنسحب بيهم مشكورين، ابعتوا لنا لمنطقه اسوان عشان نشارك، قال لي طبقا للوائح ان انت ما تعرفش تشارك. فطبعا دي مشكله بالنسبه لي، انت بتحرمني ليه من فرقتين اقدر اعمل بيهم فرقتين كويسين يلعبوا احنا في الموسم الجاي العب بيهم في الجمهوريه. طب يا استاذ محمد دلوقتي في لجنه معينه خماسيه مؤقته تدير اتحاد الكوره، هل نادي اسوان تقدم بمذكره؟ اعتذر ان احنا بنبارك طبعا الاستاذ عمرو الجنين واللجنه المؤقته واتحاد الكوره، ان شاء الله ربنا يكرمهم ويزودهم موسم كويس ان شاء الله الكره المصريه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله، بس انا بقول لك هل تقدم نادي اسوان بمذكره للجنه المؤقته لاداره اتحاد كره القدم
بتقدم الشكوى لنادي اسوان بتقول ان عندي النهارده تكلفه ماليه كبيره مواليد 2001 و2004 خاصه ان اسوان الممثل الوحيد الصعيد. تذكره اول امبارح او من يومين لاتحاد الكره. طبعا انا مش لسه اللجنه الموقعه دلوقتي لسه مستلمه، فانا بعت من يومين ان انا ابعت سيادتهم يبعثوا للمنطقه ان انا هشارك بمواليد 2004 و2001 في المنطقه، ما حدش رد علينا خالص لحد دلوقتي. بس العكس بعتوا لي مذكره ان لا ان انت كده خلاص بالنسبه للمرحلتين دول مش هتقدر تشارك في حاجه. طب ازاي؟ انا مش فاهم. طب دور جمال، دور الدكتور جمال محمد علي، يعني راجل ممثل الصعيد وعارف كل مشاكل الصعيد وخاصه كمان قطاعات الناشئين، والراجل ما شاء الله يعني دكتور في كره القدم الدكتور جمال محمد علي، برضه هل تواصل مع احد من اسوان انه يقدم له المشكله؟ ممكن يبقى في مساعده ماليه من اتحاد الكره نادي اسوان، خاصه زي بقول لك الصعيد بيخدم قطاع كبير هو المنتخب المصري في الناشئين والشباب. طبعا الدكتور محمد علي بيتواصل مع كابتن مجدي كذلك نائب رئيس مجلس الاداره الفتره اللي فاتت، وقال له طبعا انا مشاكل الصعيد، وقال له ان شاء الله كل اللي احنا بنتكلم فيه حاليا ان هو هيحله. بس يعني لازم حضرتك يا كابتن اسامه، يعني لازم يبقى في دعم من اتحاد الكوره ودعم من وزاره الشباب والرياضه لقطاع الناشئين. احنا عايزين ننفذ نفس التجربه بتاعت اتحاد كره اليد. على الرغم من اتحاد كره اليد ما عندوش فلوس النهارده، الناشئين في كره اليد واخدين بطوله كاس عالم والفرقه الثانيه على ثالث عالم. تمام. طب احنا نسال ليه؟ ايه اللي حصل؟ هي القاعده. النهارده اتحاد كره اليد النهارده بيعامل منتخبات في كل المحافظات. منتخب بيصرف عليه من الالف للياء، كل يوم تمارين، كل يوم وجبتين غدا للمنتخب بتاع كل محافظه. بالتالي ده ناتج من اللي حصل انه ياخد بطوله كاس عالم وبثالث عالم الفرقه الثانيه. تمام. لازم اتحاد الكوره لازم يبقى في طفره في قطاعات الناشئين. معلش انا النهارده انا كفريق صاعد لقطاع الناشئين الجديد المفروض ما يسويش انا بالفرقه الماضيه في القاهره. ما يقوليش النهارده تعاونك انت ب 100,000 وكل القطاعات 100,000. مظبوط. لا معلش انا حاطط مليون جنيه في سفر بس وطاقه، ده غير التمارين وغير الاكل والشرب للقطاع هنا في اسوان عشان الفرقتين بقى. لا وخاصة كمان بقول ان اسوان هو الممثل الوحيد للصعيد كمان في دوري قوي، دوري فعلا بيفرز مواهب، هو دوري الجمهورية 2001 و2004. استاذ محمد وحضرتك مشرف عام على قطاع الناشئين بنادي اسوان، طمنا بقى على قطاع الناشئين، فعلا نادي اسوان عنده مواهب، ممكن ان شاء الله خلال الدوري السنة دي ممكن نشوف وجوه صاعدة للفريق الاول بنادي اسوان؟ الحمد لله احنا عندنا اربع لعيبة بيمثلوا الفريق الاول مع كابتن مجدي عبد العاطي. طبعا مجدي عبد العاطي كان في الاول بيتكلم على قطاع الناشئين، لما جه شاف قطاع الناشئين بقى بقطاع الناشئين. عندنا النهارده اسلام سليمان الحارس معانا طالع من قطاع الناشئين، عندنا كابتن احمد دليا، كابتن عمرو، معانا كابتن كريم ان شاء الله، والمجموعه اللي معاه هيبقوا مفاجاه في ان شاء الله في بطوله الدوري الممتاز ان شاء الله الف ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. السنه اللي فاتت على الرغم ان احنا ما كناش بنلعب بطوله الجمهوريه كان انا عندي اربع او خمس لعيبه بيمثلوا منتخبات مصر. تمام. منهم احمد بيليا كان بيلعب في منتخب 2000. احمد بيليا عارفه طبعا، احمد بيليا من اللعيبه المميزه في نادي اسوان. كان من اللعيبه الناس كلها بتتكلم عليها في منتخب مصر. ده ما كناش بنحضر في دوري الجمهوريه. انا عندي اربع لعيبه انضموا لمنتخب 2001، فاحنا عندنا مواهب كثيره، بس احنا محتاجين الدعم، محتاجين دعم الدوله، محتاجين دعم اتحاد الكوره، محتاجين دعم كتير عشان اقدر اسافر، ما اجيش في النص اقول له لا مش قادر اكمل. تمام. تمام استاذ، احنا عندنا امكانيات، عندي امكانيات، انا عندي لعيبه كويسه خالص. مظبوط. كل الشكر لاستاذ محمد. بالنسبه للفريق الاول، الفريق الاول احنا النهارده بنتكلم ان انا هسافر 17 النهارده، انا 17 ماتش 3 مليون. طبعا وانا بتفق معاك يا استاذ محمد انها تكلفه ماليه كبيره، ان نادي اسوان يشترك باربع فرق في دوري الجمهوريه تكلفه كبيره جدا. كنت اتمنى اتحاد الكوره يعني يدرس الحاله، وخاصه الدكتور محمد جمال علي عشان يقف جنب نادي اسوان في هذه المشكله. كل الشكر للاستاذ محمد حمدي عباس عضو مجلس اداره نادي اسوان والمشرف العام على قطاع الناشئين. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. مرة تانية كانت مداخلة مهمة من الأستاذ محمد حمدي عباس عضو مجلس إدارة نادي أسوان. يعني فعلا لازم يبقى فيه اهتمام كبير بقطاعات الناشئين، وخاصة كمان قطاعات الناشئين الموجودة في الصعيد. صعيد مصر مليان دايما بالمواهب وولات لكل المنتخبات، منتخب مصر الناشئين والشباب والأولمبي وكمان منتخب مصر الأول. النادي الأهلي مواليد 2001 تحت 18 سنة كان
فاز على نادي سموحة في أول مباراة ليه في بطولة الجمهورية 1-0 في ملاعب الناشئين مدينة نصر. نروح نشوف دلوقتي ملخص للمباراة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يلا مين اللي قدام؟ كانت أول مباراة لفريق 2001 تحت 18 سنة الأهلي وسموحة اللي فاز فيها النادي الأهلي 1-0 في الثواني الأخيرة في الدقيقة 90 أحرز الهدف اللاعب طه محمود، وكمان النادي الأهلي أضاع عدد كبير من الفرص وكمان ضيع ضربة جزاء
تصدى لها اللاعب محمد أشرف اللي ضاعت في الشوط الثاني. النادي الأهلي أيضا فريق 2001 عنده مباراة يوم الجمعة القادمة، مباراة مهمة جدا، تاني مباراة ليه في بطولة دوري الجمهورية أمام نادي الزمالك. مباراة هتكون في ملعب الزمالك في 100 عوبة. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وأيضا للكابتن أحمد سراج. هروح نشوف دلوقتي نتائج بطولة جمهورية 2001، وهنبتدي الأهلي وسموحة 1-0 فوز النادي الأهلي. FC مصر على نادي الزمالك، ودي كانت مفاجأة أول مباراة في بطولة الجمهورية 2001 وفوز FC مصر 1-0. المقاولين العرب وفوز على نادي المصري 1-0، والإنتاج الحربي أيضا فاز على نادي الجونة 1-0. بيراميدز فوز بيراميدز على مصر المقصة 2-1. فوز نادي الاتحاد السكندري 2-1 على طنطا. تعادل الإيجابي ما بين حرس الحدود ووادي دجلة 1-1، وأيضا التعادل الإيجابي ما بين طلائع الجيش والإسماعيلي 2-2. كان النادي الأهلي تحت 18 سنة أيضا بقيادة كابتن أحمد سراج هو اللي حقق بطولة الدوري السنة اللي فاتت، كمان بدري يعني قبل البطولة ما تنتهي بحوالي 4 أو 5 أسابيع. أيضا من ضمن استعدادات منتخبات مصر أو المنتخب اللي عليه أمال كبيرة خلال الفترة اللي جاية هو المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، اللي نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق هو والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد شوقي والكابتن وائل رياض وكل الجهاز الفني المعاون ليهم. إن شاء الله عندهم معسكر استعداد هيكون يتخللوا إن شاء الله ماتشين مع منتخب السعودية، هيكون يوم 7 و10 سبتمبر. كل التوفيق إن شاء الله للكابتن شوقي غريب في التصفيات القادمة المؤهلة لأولمبياد طوكيو. هروح دلوقتي لتقرير مهم جدا 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 حصري عندنا هنا في برنامج الأشبال. مصر دايما ليها الريادة في كل حاجة، هي أول دولة أسست اتحاد لكرة القدم، وكمان كانت كرة القدم انطلقت من مصر. أيضا كمان مصر هي اللي نظمت مناطق عشان تخدم الأندية، المناطق انتشرت في كل محافظات مصر. معنا تقرير دلوقتي عن أقدم منطقة في المناطق كلها على مستوى مصر هي منطقة القاهرة. هنروح نشوف تقرير مهم جدا، وهنشوف صور وحاجات لأول مرة هتشوفوها من خلال برنامج الأشبال. القاهرة، وده مقر عريق، المبنى نفسه يرجع تاريخه لأكثر من 100 سنة. الاتحاد المصري لكرة القدم كان هنا، وسنة 65 لما اتبنى المقر اللي في الجبلية نقل، ومنطقة القاهرة هي اللي خدت المكان بالكامل. المكان ده كان مملوك، كان مؤجر لواحد باسم واحد اسمه عبد العزيز أنور، وده كان عضو مجلس إدارة، وده أهدى للاتحاد. واحنا يعني المنطقه تعاقب على رئاستها اعلام وافزاز، الفريق مرتجي رحمه الله، اللواء يحيى الحريه امام رحمه الله، لكن انا بقى عصرت في الاربعين سنه اللي فاتوا، لان انا بقالي هنا اربعين سنه في يناير جايب اربعين سنه. في الاربعين سنه اللي فاتوا عصرت اللواء مهندس عبد الله غنيم الفترة لغاية 84، لأن هو اللواء عبد الله غنيم مسك من 69 ل 84، وكان معاه الأستاذ طارق خيري، كان معاه الأستاذ أحمد سقراط رحمه الله كأمين صندوق، كان معاه عبد الفتاح بالشاذلي رحمه الله كان وكيل، وتعاقب على المكان دون مجالس كتير. سنة 84 انشأت منطقة الجيزة، زاد عدد المناطق وانفصلت الجيزة والقليوبية عن القاهرة. طبعا بعد سنة 84 الدكتور سيد سالم رحمه الله كان مسك 4 سنين 84-88، وكان معاه في المجلس ناس برضو أفزاز زي الأستاذ طارق خيري، زي كابتن مصطفى حسين، زي المهندس أبو العلا فرحات. ده من
84-88 أعقب مجلس الدكتور سيد سالم مجلس الكابتن عصام عبد المنعم، برضو كان معاه المرحوم مصطفى حسين. والأستاذ عصام عبد المنعم ده علم من الأعلام، من الناس اللي هي مفكرة، الناس اللي بتقول رأيها للصح وبس، يعني ده انطباعي عنه. الأول كان عدد الأندية قليل، كان عدد الأندية قليل، وكانت الممارسة كلها ممارسة هواة، فكان ممكن أي مشكلة كانت تحل بالتليفون. يعني كان ممكن مثلا مشكلة مثلا نادي هوليوبلس مع نادي كذا مثلا، كان ممكن أستاذ محمود السيد أحمد بالتليفون تتحل أو تخلص. كان لجنة المسابقات كان شاذلي بيه رحمه الله كان بيقعد هو محمد دستوري والأستاذ إيهاب توفيق يخلصوا أعمال اللجنة كلها بتطبيق اللوائح كما هي موجودة، لأنه كان عدد اللعيبة المقيدة قليل، عدد الأندية المشاركة قليل. يعني في الوقت ده ولغاية نهاية التسعينات كان عدد الأندية ما تعداش 35 نادي. النهاردة احنا بنتكلم في 108. احنا السنة اللي فاتت منطقة القاهرة مؤيدة فوق 24,000 لاعب، وهي بتعتبر طبعا المنطقة رقم واحد بحكم تاريخها وبحكم جغرافيتها الموجودة والكلام ده كله. إلا أن الأمور كانت بتدار الأول أسهل من دلوقتي، لأن دلوقتي وجود بقى الاحتراف ووجود العقود ووجود الفلوس ووجود كل ده صعب المشاكل، وخلى فيه مشاكل بتوصل للمحاكم وفيه مشاكل بتوصل. الأول ما كانش فيه طبعا الكلام ده كله، كانت الدنيا هادية، كان بيخلص الموسم مثلا في شهر مارس علشان الامتحانات، لأنه كان بيهم الناس في الوقت ده إن الولاد لازم يذاكروا والامتحانات والدراسة والكلام ده كله، فكان لازم الموسم ينتهي في مارس وتوزع الجوائز في ملعب آخر مباراة بتتم وينتهي الموسم على كده. دلوقتي الأمور أصعب، عدد الأندية أكتر، الصراع أكتر، وخصوصا بعد ظهور الأكاديميات والحاجات دي كلها. طبعا أنا مش فني ومش متخصص في كده، لكن حضرتك بتسألني على الأمور كانت بتدار إزاي. لا، الأول كانت أسهل بكتير، ما كانش تحتاج المجهود دلوقتي اللي موجود واللجان والمشاكل والتفحيص والتمحيص يعني ما كانتش بالصعوبة اللي موجودة دلوقتي. طبعا شفنا كابتن خطيب لما كان بيجي هنا، طبعا ده الجيل اللي قبل الجيل بتاع الكابتن محمد حشيش. شفنا الكابتن إكرامي، شفنا الكابتن أحمد شوبير، شفنا، لأن احنا كانوا بيشاركوا معنا في منتخبات المنطقة. وشفنا طبعا كابتن مصطفى يونس، شفنا كابتن طاهر أبو زيد كان بيجي وكان حريص معنا هنا أنه هو يفطر معنا كل سنة في رمضان. الكابتن حشيش طبعا كان من منتخب القاهرة اللي سافر السعودية وسافر البحرين وسافر، وهو المنتخب ده اللي عمل النواة المالية لودائع منطقة القاهرة لكرة القدم، لأن هو لما عجبهم اللعب في الدول العربية بقى كل دولة تستضيفهم، وكان اللي منظم الموضوع الموضوع ده كان كابتن مصطفى حسين، وكان معاه أول نقيب للرياضيين الكابتن السيد الأستاذ سعيد حشمت، وحتى عائد الرحلة دي هو كان نواة إقامة نقابة الرياضيين والنواة الأساسية لودائع منطقة القاهرة أو للإنفراجة المالية لمنطقة القاهرة. طبعا شفنا كابتن شاذلي، شفنا كابتن مصطفى رياض، شفنا الكابتن أبو العز، شفنا الكابتن خليلي، شفنا الكابتن حملاوي، شفنا الكابتن أحمد زايد ربنا يديله طولة العمر. كل دول كانوا ناس طبعا عمالقة في اللعبة وتاريخ للعبة، وإحنا عندنا سجلات ترجع إلى سنة 43 و44، يعني ما نحتفظ بالسجلات دي وجددناها علشان دي بتعتبر تاريخ لكرة القدم المصرية. تجربة رائدة، قناة النادي الأهلي تكاد تكون، حسب يعني أنا ما أعرف أو متابعتي، تكاد تكون القناة الوحيدة اللي عندها برنامج بيهتم بالناشئين وبالأشبال، ويعني من يعني هو حاجة حلوة قوي كمان إن البرنامج ده يكون الكابتن أسامة حسني هو اللي بيهتم بالناشئين والأشبال، لأنه هذا الرجل قيمة أخلاقية. نتمنى إن الأشبال كلهم يكونوا نموذج للكابتن أسامة حسني.
تقرير حلو جميل. بشكر طبعا الاستاذ طه عادل طه عطيه على الكلام وعلى الحوار اللي اختصينا به في برنامج الاشبال. بالمناسبه منطقه القاهره كان هي مقر اتحاد الكره المصري القديم قبل ما يكون مقر اتحاد الكره بجوار النادي الاهلي. فيلم او تقرير وثائقي. بنشكر زميلنا الاستاذ احمد رشاد يعني اللي عمل لنا هذا التقرير. دايما منطقه القاهره كمان ليها دور معانا هنا وبتساعدنا في برنامج الاشبال لما في دايما قضيه في تزوير وتسنين وبنخاطبهم وبنبعت لهم دايما بيكون في رد سريع وفي دايما في حاجات ايجابيه معانا دايما من خلال منطقه القاهره وبرنامج الاشبال. هنروح نشوف دلوقتي ايضا تقرير مع منطقه القاهره ونشوف اخر استعدادات المنطقه للقيد الجديد وكمان نشوف الكشف عن الملاعب وكمان المسابقات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اتكلمنا كلام عام عن منطقه القاهره طبعا او فرع القاهره لكره القدم من اقدم الفروع واكبر فروع طبعا بتضم اكبر الانديه المصريه واشهر الانديه المصريه وعلى راسها طبعا النادي الاهلي وانبي والمقاولين العرب وغيرهم من الانديه الكبيره. احنا عندنا حوالي يمكن اكثر من 108 نادي ومركز شباب بيشاركوا عندنا في المسابقات بتاعتنا سواء مسابقات او مهرجانات البراعم. ده غير كمان الوافد اللي بيجي لنا من المناطق التانية اللي بتحاول يعني أندية كتيرة وفرق كتيرة إنها تنضم لمهرجانات ومسابقات منطقة القاهرة طبعا لارتفاع مستوى المسابقات عندنا وارتفاع مستوى طبعا مهرجانات البراعم وطبعا الأندية اللي هي من الفروع التانية بنرحب بيها في أي وقت طبعا بعد موافقة بيجيبوا لنا طبعا موافقة من المناطق بتاعتها. احنا ان شاء الله باذن الله بصدد يعني السنه دي نبدا المسابقات يمكن بدري شويه عن اي سنه تماشيان مع طبعا اتحاد الكوره والمسابقه الرئيسيه اللي هي مسابقه الدوري الممتاز عشان ندي فرصه ان شاء الله باذن الله ان احنا نخلص المراحل الاولانيه والثانيه بسرعه والثالثه كمان تخلص قبل الامتحانات بتاع الاولاد في المدارس عشان دي برضو بتسبب يعني كانت مشكله بالنسبه لاولياء الامور والولاد في بالذات اللي هم في مراحل الشهادات. كمان السنه دي احنا طبعا كل سنه بنحاول نطور من المسابقات بتاعتنا والمهرجانات بحيث انها نوصل لان شاء الله باذن الله يعني المثاليه يعني ونتفادى كل الاخطاء والمشاكل اللي بتحصل منها طبعا مشاكل الناس كلها عارفاها وهي الافه الرئيسيه لكره القدم او قطاعات الناشئين او مسابقات الناشئين والمهرجانات وهي مشكله التزوير. وان شاء الله باذن الله ما يجي الكلام لمدير إدارة طبعا شؤون اللعيبة والقيد عاملين السنة دي حاجات شروط كتيرة وصعبنا شوية المسائل عشان برضو نحد من موضوع التزوير. بنطلب برضو طلبات تانية في الأوراق اللي هي بتاعة القيد. كذلك برضو المسابقات عندنا لجنة المسابقات الكابتن طبعا أيمن حسان ماسك مدير إدارة المسابقات عامل مجهود كبير جدا جدا وكل سنة المواضيع بتصعب عليه. ليه زي ما قلنا قبل كده في الأول الأندية الكتيرة اللي داخلة عندنا من المشاكل اللي احنا كنا حريصين عليها في أول اجتماع مع مجلس الإدارة هي مشكلة كبيرة بتقابل الناس واشتكت منها أندية كتيرة وهي موضوع الملاعب. الملاعب كان في ملاعب كتيرة جدا لا تصلح إن يتلعب عليها كرة كانت بتسبب إصابات كتيرة جدا للعيبة والبراعم. فاحنا خدنا قرار السنة دي ان هي نعمل ان شاء الله بإذن الله نكون لجان تنزل تعاين الملاعب اللي موجودة عندنا وطبعا بيبقى فيها كمان عنصر من عناصر التحكيم الحكم يبقى برضو موجود معانا يعاين الملاعب. وابتدينا بيه طبعا خمس الملاعب بتوع الأندية الكبار اللي هم بتوع الجمهورية وهنبدأ بعد كده اللجان هتمشي في الأندية طبعا بقية الأندية اللي مشاركة في بقية مسابقات المنطقة. وإحنا حريصين على الموضوع ده تمام لأن فعلا بتبقى يعني شكوى والولاد الصغيرين لما بيحصل لهم لا قدر الله إصابة
في مقتبل العمر ممكن تأثر عليه بعد كده في حياته وفي مشواره وممكن يبطل، فاحنا كنا حريصين السنة دي على الموضوع ده. كذلك برضو أندية كتيرة طبعا ما عندهاش ملاعب فبتضطر إنها تأجر ملاعب، وده شرط من الشروط الأساسية عندنا. برضو كانت بتقابل أيمن مشاكل كبيرة جدا من إن ممكن يكون ملعب متأجر لأكتر من نادي، وكانت بتعمل له مشكلة، لأن أنت تخيل أنت يعني الصعوبة بقى إنك تعمل جدول وتحط مباريات والمباريات بتتلعب كمان أكتر من مباراة في اليوم الواحد، وطول الأسبوع تقريبا عندنا مباريات سواء جمهورية قطاعات منطقة مهرجانات براعم، فكانت بتعمل بتسبب له مشاكل رئيسية. إن شاء الله بإذن الله نقدر نحد من المشكلة دي. إحنا دايما طبعا بنطور للأحسن وبنحاول نحل كل مدى المسابقات عشان ده كله بينعكس على مستوى طبعا دوري المنطقة عندنا ومهرجانات البراعم. إن شاء الله عايزين نرتقي بالمستويات بتاعتنا. السيستم اللي معمول السنة دي من أفضل المواسم اللي موجودة اللي هنشتغل بيها، أو كان النظام بتاعها يعني ديت للأندية كلها بتاعت مصر مش أندية القاهرة بس. دوت الدوري الناشئين السنة دي هيبدأ 3 مراحل، وطبعا هنقول المرحلة الرابعة ديت اللي هي بتاعت الجمهورية اللي هي محددة بأندية الناس اللي هي بتلعب دوري ممتاز. فطيب في ايه الهدف بتاعهم؟ ما ممكن يبقى هو ما يهتمش بالمسابقه، ما يعملش اي حاجه. فابتدى اتحاد الكوره، يعني احب اشكر الناس المسؤولين في اتحاد الكوره، ابتدى يشوف لازم الناس كلها تهتم وما فيش حد يهبط، فبقى فيه هبوط من الجمهوريه ملوش علاقه بالدوري الممتاز. طيب اللي هيهبط دوت هيروح فين؟ هو بقى المنشور اللي جالنا الاخير دوت هيبقى فيه 3 مراحل. المرحله الاولى باذن الله ده دوري في المنطقه الصعود لقطاع القاهره الكبرى، هيبقى فيه 5 قطاعات على مستوى مصر بحالها. 5 قطاعات دول لسه هما ما قسموش المحافظات، عشان كان الاول كان 9 قطاعات، فلسه 9 بقوا 5 قطاعات، فال5 قطاعات لسه الاتحاد ما قسمهمش. يعني احنا كان عندنا 3 محافظات فلازم نزيد، مثلا كان الاول كان قطاع القاهره الكبرى بيبقى القاهره والجيزه والقليوبيه والشرقيه، الشرقيه اتشالت راحت لمكان تاني، فدلوقتي بقت 5 قطاعات. ال5 قطاعات دول هيبقوا هما الموجودين اللي هيشتغلوا بيهم. طيب هنشتغل ازاي؟ المرحله الاولى على حسب كل منطقه وعدد الفرق بتاعتها لكل مرحله بتاعتها، مواليد 2004 و2003 و2002 و2001 و99. طبعا كل المراحل ديت موجوده جمهوريه عدا 2002. ال 2002 ابتدى الاتحاد يفكر ازاي تبقى قويه، قام دخلها قطاعات. طب لما يدخلها قطاعات هيبقى قطاع القاهره الكبرى هيبقى فيه الاهلي وانبي والزمالك والمقاولين والتلسنه ومن القليوبيه نفس الكلام ومن الشرقيه نفس الكلام. فدوت ال 2002 بالذات يعني كانت هتتظلم السنه دي لو كانت ما اتلعبتش مرحله اولى قطاعات. وعملوا حاجه تاني، الفيلات 2005 اللي هي طالعه من البراعم كانوا بعتوا جواب الاول قالوا يلعبوا جمهوريه واختياري، لا كل الناس قالوا لا يبدا منطقه الاول. فال 2000 وال 2005 هتبقى منطقه. طب منطقه ديت احنا الدوري بتاعنا في ال 2000 مثلا يعتبر دوري جمهوريه، لما هلاقي الاهلي وانبي والمقاولين والجيش والداخليه والسكه الحديد والنصر انديه كلها كبيره والاتصالات انديه كلها كبيره هتدخل ال 2000. فاحنا عندنا ابتدينا برضه الانديه الكبيره لما تيجي تلعب مع نادي صغير جدا مش هينفع، ابتدينا نعملها اقسام، حاجه اسمها سوبر وحاجه اسمها منطقه، فهتبقى عندنا بطوله قويه. ده كان تقرير مع المسؤولين داخل منطقة القاهرة، كل التوفيق ومنين إن شاء الله خلال الفترة القادمة. هروح لفاصل وبعد الفاصل هستقبل ضيفي اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي.
الاهلي درع الامل. بجد تحيه بحضراتكم مره ثانيه، وارحب بضيفي اللي منورني ومشرفني النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن عربي بدر. ازيك يا عربي؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن. اللقطات اللي كنا بنتفرج عليها دي كان في معسكر فتره الاعداد في اسبانيا، صح؟ اه كانت في اسبانيا من شهر بالظبط. اه كان مع الفريق الاول؟ كان مع الفريق الاول مع كابتن، مع فتره لاسارتي قبل ما يمشي. اه كان مين موجود بقى معاك من الاشبال او الناشئين اللي طلعوا خلال الفتره دي؟ كنت انا ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى الجول 99 واحمد طارق سليمان جول 2000. مهم جدا يعني، احمال طبعا تدريبيه وحاجات ما يعني اعلى كمان من مستوى الناشئين في فتره الاعداد. اكيد طبعا الأول. اكيد طبعا يا كابتن اسامه، الفتره دي كانت يعني مختلفه جدا. يعني انا السنه اللي فاتت كنت باخد اتمرن مع 99 وكنت بلعب ماتشات مع 97 دايما، فلما طلعت الفريق الاول الاحمال مختلفه تماما والحمل البدني عالي، فاكيد انا استفدت طبعا وزملائي استفادوا في الفتره دي. تمام، عشان بقى نعرف يعني جمهور النادي الاهلي بعربي بدر، وهو خريج قطاع الناشئين. في البدايه انت مواليد كام يا عربي؟ عشان مواليد 2001 23/10/2001. 2001 السنه اللي فاتت كنت تلعب مع 99 وبتلعب مع 97. لعبت مع 99 ولعبت مع 2001 ولعبت مع 97 وكنت موجود مع الفريق الاول. تمام ما شاء الله، الحمد لله. يعني بدايتك بقى مع النادي الاهلي، مين اللي اكتشف عربي بدر او عربي بدر انضم ازاي للنادي الاهلي؟ هل من خلال اختبارات ولا واحد اكتشفك وداك النادي الاهلي؟ احكي للجمهور النادي الاهلي عشان الناس تبدا تعرف مين عربي بدر. هو انا كابتن والله حضرتك في 2012 كنت بتمرن في مع كابتن سيد في البراجيل، فبعد كده وداني اختبارات النادي الاهلي مع كابتن، كان ماسك الفتره دي كان كابتن ياسر محمدين وكان كابتن احمد جمال وكان اداري كان كابتن مجدي عيد. فمن خلالها اتمرنت اول تمرينه، ف يعني بصراحه الحمد لله من ساعتها وانا موجود في النادي، وقال لي هات ورقك وكده وان شاء الله تبقى موجود معانا، وساعتها بابايا جه معايا ومضى معايا في النادي، ومن ساعتها الحمد لله موجود. ده سنه 2000 وكام؟ 2012. طيب بدايه بقى من 2012 ل 2019، مين المدربين اللي اشتغلت معاهم؟ والله يا كابتن حضرتك انا اشتغلت مع كابتن احمد سراج في الاول، كان مع كابتن ياسر محمدين ومع كابتن احمد جمال. اتمرنت اول ما رحت اتمرنت مع فريق 2000، لعبت معاهم اول بطوله واخدناها الحمد لله. انا اخدت 4 بطولات مع 2000 واخدت 3 بطولات مع 2001 وبطوله مع 97 والبطوله السنه دي مع الفريق الاول الدوري العام. السنه اللي فاتت انت الناشئ الوحيد على مستوى مصر اللي جمعت ما بين بطولتين جمهوريه، صح كده؟ السنه دي اخدت 3 بطولات. السنه دي اخدت 3 بطولات 2001 السنه دي واخدت 97 ومع الفريق الاول الحمد لله دوري ممتاز. الحمد لله رب العالمين. انت كنت موجود في مباراه من مباريات الدوري الممتاز، ماتش المصري اللي كان في الماكس، صح؟ كان في استاد الماكس، مظبوط. كنت انت ومصطفى شوبير كنتوا على دكه البدلاء. تحصل طبعا يعني ما شاء الله، يعني عربي بدر عنده 18 سنه بيكتب له بطولات. والسنه اللي فاتت يا كابتن حضرتك اخدت برده الحمد لله بطولتين، برده اخدت مع 2001 واخدت مع 2000، والسنه يعني انا الحمد لله شاركت برده مع 2000، لعبت ماتشات كتير. يعني انا الحمد لله كنت بلعب السنه اللي فاتت يعني الوحيده اللي لعبت كم من الماتشات كتير. لعبت مع 2001 ولعبت مع 99 الحمد لله، ولعبت مع 97. بيحصل تنسيق طبعا عربي اكيد طبعا ما بين المدربين وبعض عشان يعني برده ما يبقاش يعني اجهاد عليك او حمل كبير عليك. اكيد يا كابتن. وانا يعني الفتره اللي فاتت يعني ما كنتش بلعب مثلا ايه ماتشين في ورا بعض بصراحه، يعني في وقت راحه كافي ما بينهم. بصراحه اللي كان بيخدمني في الحته دي كابتن عادل عبد الرحمن، يعني ده كان بيخدمني فيها جدا وبشكره جدا الصراحه. ما انا هاجي لها دلوقتي، يعني مش هقدر اعدي. احنا دلوقتي ماسكين مدرب، انت الاول كابتن ياسر محمدين، بعد كده كابتن احمد سراج. بعد كده كابتن احمد سراج اتمرنت معاه 4 سنين مع ال 2000. استفدت ايه بقى من سراج؟ يعني كابتن احمد سراج انا عارفه ان هو دايما من المدربين اللي ما بحبش اللعيبه تغلط، دايما واقف على الخط بيصحصح اللعيبه. طبعا ده هي دي بصراحه في روحه جامده جدا يا كابتن. ما هو دايما عموما انا كلعيب انا ما بحبش اخسر، هو كمدرب هو بيحبش يخسر، بيحبش يتعادل. فهو يعني بصراحه ضاف لي كتير جدا واستفدت منه كتير جدا، وان شاء الله دايما كده من المزيد ان شاء الله يضيف لي اكتر واكتر وانا موجود معاه السنه دي ان شاء الله. واول ماتش لعبته ماتش 7
السنه دي مع سموحه يوم الجمعه اللي فاتت كويس. وكسبنا 1-0 الحمد لله، وان شاء الله في ماتش يوم الجمعه الجايه ماتش الزمالك ان شاء الله ممكن اقدر انزل العب معاه باذن الله ونقدر نكسب. تمام، يعني انت بتتمرن فوق مع الفريق الاول وبيتم استدعائك تحت لفريقك بتشارك معاه. بالظبط يا كابتن، ده شيء مهم عشان دايما يعني يبقى عندك لياقه المباراه لا والماتشات وكده. طيب احنا اتكلمنا على كابتن احمد سراج، بعديه كابتن عادل عبد الرحمن. لا كابتن محمد شرف طبعا، كابتن محمد شرف ما تنسيش ده، تولى 2001 حوالي 3 4 سنين برضو، اخذنا كذا بطوله مع كابتن محمد شرف. دي لقطات من معسكر اسبانيا، شايفين مصطفى شوبير، شايفين عمار حمدي كمان، يعني نتكلم خاصة طبعا كل يعني تحية لاعبي الفريق، لكن بنتكلم عن الناشئين اللي كانوا موجودين. عمار حمدي جداً. وانت وعمار حمدي، عمار حمدي ووفا وعبد المنعم، محمد عبد المنعم ورمضان ومحمد طارق سليمان، وانا الحمد لله رب العالمين. وفا ده مصطفى شوبير، ده وفا مصطفى شوبير حبيبي ده. طيب كابتن محمد شرف بقى، ابرز الحاجات اللي انت يعني استفدتها منه، خاصة انك انت اشتغلت معاه 4 سنين. والله كابتن اسامه، يعني كابتن شرف مش مجرد مدرب اتمرنت معاه وخلاص، هو مدرب يعني اخ كبير وفي نفس الوقت والد برضه، يعني اب لينا برضه كلنا، فبصراحه كلنا استفدنا منه. وبره الملعب بيبقى دكتور نفساني لينا كلاعيبه، يعني لما بكون متضايق من حاجه بره النادي او بره الملعب خالص بروح اتكلم معاه، بيدلنا على الطريق الصح وبيكلمني في الصح وكده، وانا باخد بقراراته دايما، وانا لسه مكلمه من يومين او 3 ايام كده، يعني لسه ما زال في تواصل. طبعا طبعا، هو دلوقتي موجود مع نادي انبي، واتمنى له التوفيق الفتره الجايه، وهو مدرب كبير، فانا بشكره جدا. وكان كابتن اسحاق معاه، كابتن اسحاق اول، اسحاق اول طبعا حضرتك عارفه، وكابتن مصطفى فتحي مدرب الحراس. خلي بالك اسحاق اول بيتكلم عربي احسن مننا دلوقتي. ده بيتكلم كويس قوي، ده هو كابتن. وكنا احنا في معسكر في ماتش المصري، كنا في السويس، فاحنا كان كابتن شرف دايما بيعمل قعده كده بالليل، يعني بعد صلاه العشاء بنصلي جماعه. طب وبعد كده بيعمل قعده بنتكلم بقى يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب وانت بتتكلم كده عربي، الهدف ده مباراه ايه دي؟ ده مباراه وادي دجله مع 97. كان كام النتيجه في الماتش ده؟ 6-1، وانا افتتحت الاجوال الحمد لله. 6-1؟ الحمد لله برضه 6-1. وانت اللي افتتحت؟ الحمد لله. يعني انت قمت الكوره دي يا كابتن بدور رضا شحاته يعني في المباراه دي. الكوره دي انا قطعتها فبصيت لاحمد ياسر ريان، فانا كنت جنبه كده، فهو حب يشوط فقلشت من على رجله، جات لي، رحت انا حاططها ببطني رجلي في ده كان المباراه دي مع الكابتن عادل عبد الرحمن السنه اللي فاتت، مع كابتن دوري 97. الحمد لله. طيب عايزين احنا كسبنا وادي دجله 5-1 في ارضهم و6-1 عندنا. 6-1 عندنا، الحمد لله. طيب احنا اتكلمنا مع كابتن محمد شرف، وانت بتقول ان هو يعني ما كانش مدرب بس، ده اب لينا برده خارج الملعب. طبعاً. عايز برده ايه ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها من الكابتن عادل عبد الرحمن، خاصه برده الكابتن عادل يعني نجم كبير، يعني مسك فريق 97 وكان دايما حريص انك انت تكون موجود معاه وانت بتلعب مع 2001. والله يا كابتن اسامه حضرتك، هو بعد ربنا طبعا الفضل يرجع لكابتن عادل. فهو بصراحه السنه اللي انا فيها دي او السنه اللي فاتت، هو بصراحه ضاف لي كتير جدا. اولا اتكلم عليا وعرف الناس بيها في النادي الاهلي فوق في الفريق الاول. هو انا اول ما طلعت مع 97 كنت انا عندي تمرين، كنت مصعد مع ال 2000، فكلموني قالوا لي انت مع 97. جم قال لي انت معاك محاضره مع كابتن عادل مع الفريق، فدخلت. ازيك عامل ايه؟ قلت له الحمد لله يا كابتن. قال لي فين لبسك؟ قلت له يا كابتن حضرتك انا اتمرنت الصبح. قال لي وانا مبلغهم اللي هم يبلغوك؟ قلت له يا كابتن والله حضرتك ما حد قال لي حاجه لسه، قايل لي دلوقتي وانا اتمرنت الصبح، كان تمرين تقيل. قال لي طب خلاص روح غير وتعالى، عشان ايه؟ هوريك حبه تكتك كده. عندنا يعني. هو عندنا ماتش تاني يوم مع الدرجه الاولى الصبح. ده قلت له خلاص. قال لي مش هتتمرن، مش هتعمل اي حاجه، وعشان لو شاركت شويه وكده. قلت له خلاص ماشي يا كابتن. رحت غيرت وجيت ولبست ونزلت مع الملعب، اتمرنت التمرين كله. يعني اتمرنت واتمرنت التمرين كله، بعدها لقيت نفسي بادئ مع باللعب 97 مع الفريق الاول. دي المباراه اللي كانت في مختار التتش. صح كده. دي كنا كسبانين الشوط الاول 2-0، كنا عاملين شوط كويس جدا. جينا كان اول ماتش في الدوري، اول ماتش في فتره الاعداد. فجينا عشان اول ماتش في فتره الاعداد وكده تعب، فخسرنا الشوط الثاني 3-2. بعد كده عملت انا ماتش كويس جدا، من ساعتها هو بقى بيحبني وبقى يتكلم عليا كويس، وبقيت العب معاه بصفه اساسيه معاه في الفرقه، والحمد لله ربنا كرمني من خلاله وبيتكلم عليا كويس، وانا بشكره جدا على اللي قدمه لي واللي اتعلمته منه. وهو دايما بيتكلم عليك كويس، عايزك بقى تقول الو، تشوف انت اشوفك هتعرف مين اللي معانا على الهوا ولا لا. الو الو مين؟ يا لولو يا كابتن.
اوفا يا لولو حبيبي يا لولو ايه اوفا عامل ايه؟ معانا طبعا يعني مصطفى شوبير. ازيك يا درش اخبارك ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ تمام الحمد لله كل التوفيق. انا عندي بس تعقيب وحيد، انا عندي بس تعقيب وحيد وعمال يحكي على اللي عمله في الماتش اللي هو بتاع الدرجه الاولى وما حكاش عن ضربه الجزاء اللي انا خدتها. اه انت كنت واقف في المباراه دي يعني؟ الكابتن عمل تصدي ضربه الجزاء كابتن احمد الشيخ قبل الماتش بيوم واتمرنت تمرينتين ونزلت عملنا ماتش كويس وفي الاخر ما قالش ان انا صديت ضربه الجزاء. اه لا لا انت جول كبير طبعا يعني انت اللي لعيب كبير قوي. ربنا يخليك مصطفى شوبير. طبعا مصطفى شوبير طبعا من اللعيبه المميزه وهتكون ان شاء الله موجود معانا قريب يا مصطفى. وبتزعلك دلوقتي لقطات يعني من دوري 97 السنه اللي فاتت ما شاء الله اديت كمان يعني اداء رائع خاصه انت كنت برضو زي عربي بدر بتصعد من فريق 2000 لفريق 97. طمنا عليك دلوقتي يا مصطفى، اخبارك ايه دلوقتي مع الدرجه الاولى؟ والله يا كابتن الحمد لله احنا دلوقتي انا بتمرن مع الدرجه الاولى انا وعربي متمرنين معاهم من السنه اللي فاتت. اه ودخلنا مع بعض حتى ماتش المصري، الدنيا ماشيه مع بعض، احنا دايما في المحطات ماشيين انا وعربي مع بعض في الدرجه الاولى. اه وبتكلم يا كابتن مثلا على عربي ده وانت تسمع دايما الكلام عنه، وانت كابتن بتيجي تشوف الماتشات بتبقى عامله ازاي. اه ان اللعيب بشخصيه ان هو مواليد 2001 يطلع يلعب مع 97 ويتمرن مع الفريق الاول بالمنظر ده والناس تتكلم عنه كده يبقى احنا مستنيين حاجه كبيره كبير قوي. والناس كمان يمكن ناس على السمع دايما تقول لك في لعيب مستقبل اسمه عربي بدر، في لعيب في لعيب، حتى انا النهارده الصبح انا بس يعني قابلت حد كده فبيقول لي انتوا عندكم لعيب ناشئ انا لسه ما اتفرجتش عليه بس الناس بتتكلم عليه اسمه عربي بدر. قلت له استنى هتشوف حاجه، يعني لعيب شخصيه كويسه جدا جوه وبره الملعب، شخصيه قويه، لعيب ما بيتاثرش بضغوطات ولا باي حاجه، بيدي 100% في التمرين دايما. يعني انا هو اصغر مني بس انا بشوفه بتعلم منه في حاجات في التمرين، مش عيب، الراجل مجتهد، راجل متدين جدا، كل حاجه فيه بتؤهله ان هو يبقى لعيب في النادي الاهلي، هو ده شخصيه النادي الاهلي. واحنا بنتمنى كمان يا مصطفى ليك انت وعربي بدر ومنعم وكل اللعيبه المميزه داخل قطاع ناشئين النادي الاهلي ان شاء الله نشوفكم في يوم من الايام بتمثلوا النادي الاهلي في الفريق الاول. قول لي بقى مصطفى السنه اللي فاتت واحنا كنا بنذيع لكم مباريات الناشئين على الهواء مباشره واحنا بنذيع دلوقتي كمان لقطات من المباريات، يعني شعوركم ايه كمان واحنا بنقدم لجماهير النادي الاهلي المواهب الموجوده عندنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ طبعا بصراحه انا السنه اللي فاتت لما كنت بعمل لقاء مع قناه النادي الاهلي فخرتك انت كابتن شوبير كل اللي عاملين ان هم قادرين يعرفوا الناس ان في مواهب تحت يعني تشوفوها، ان انت تيجي تتفرج على ماتش اللايف دي عمرها ما حصلت قبل كده. اه فانها تحصل السنه دي وان انتوا تسعوا لده وكاميرات تيجي وتيجي الناس كانت بتيجي، يعني احنا بتبقى مثلا متجمعين من بدري شايفين الناس بتحط الكاميرات وبتحضر، بتبقى انت نازل مش عايز تزعل الناس دي اللي جايه بتحضر لك وجايه عايزه الناس تشوفك وبتسعى لك وبتشوف شغلها، انت عايز تفرحهم وعايز تخلي اهلك يشوفوك ان هم بيتفرجوا عليك مباشر، بنعيش اجواء ان احنا لعيبه درجه اولى من بدري، وده مش حاجه جديده على النادي الاهلي ان هو يعيشنا كده، احنا متعودين على كده. وكمان قناه النادي الاهلي ضافت لنا ده، حسيتك ان انت تلعب ماتش في الدوري ممتاز. انا حاطط لك كاميرات، انا حاطط لك ضغط، حاطط لك كل حاجه، الجمهور بيتفرج عليك، الناس مستنيه منك، فدي بصراحه طبعا مجهود يشكر من قناه النادي الاهلي جدا. وطبعا فرقت معانا كتير يا كابتن، الناس كلها ناس كتير بتيجي تقول لي، يعني انا بقى هخلص الماتش وخارج واحد يقول لي مثلا الصد اللي انت صديتها في اللي هو لسه الماتش خلصان ما كملش نص ساعه، قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، الناس كانت على السمعه بس. اه يعني طبعا بنشكر قناه النادي الاهلي طبعا يا كابتن اللي عمل لا ده واجب علينا وحقكم ان فعلا زي ما بقول لك انتوا يعني شخصيات فعلا شخصيات محترمه ولعيبه كمان مميزه بنقدمكم لجماهير النادي الاهلي. وزي ما بقول لك يا مصطفى انا عايز اعرف طموحك بقى خلال الفتره الجايه خاصه يعني انت من فعلا من المواهب المميزه جدا وموهبه فعلا على طريق، يعني ان شاء الله نتمنى نشوفك، يعني طموحك خلال الفتره الجايه ايه مع النادي الاهلي؟ طبعا طبعا الفتره اللي جايه كابتن الواحد عايز يبتدي، يعني الحمد لله الواحد دخل في الصوره اكتر، دخل الماتشات اكتر، نفسنا بقى نخش نبتدي نتعرف اكتر، نبتدي نساعد النادي. احنا يعني احنا تحت دايما اللي بيطلع بنبقى حاطين تارجت واحد قدامنا هو النادي، احنا نخدم النادي، النادي مش عايزنا عايز يطلعنا عار عايز اي حاجه، ده احنا تحت امر النادي، النادي يقول لنا اعمل كذا نعمل كذا، النادي يقول لنا اعمل كذا نعمل كذا، بس اهم حاجه ان احنا نفيد النادي حتى لو على حسابنا احنا. احنا اتربينا على كده تحت، واحنا ده الهدف اللي احنا حاطينه قدامنا، ده التارجت بتاعنا، والسنه دي ان شاء الله يكون لينا دور ان احنا ناخد في الدوري، ناخد في كاس اي بطوله نقدر نشارك فيها عشان نقدر نفيد النادي ان شاء الله ونفيد نفسنا طبعا يا كابتن. ان شاء الله انتوا لسه قدامكم مستقبل يا مصطفى، انت وعربي ومنعم وكل اللعيبه المميزه دي لسه سنكم صغير، وان شاء الله الفرصه لما تيجي تكونوا موجودين كمان فريق الاول ويكون تكونوا من العناصر الاساسيه الموجوده كمان فريق الاول. مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي فريق 2000 وكمان 99، شكرا جزيلا لك.
شكرا ليك يا كابتن. كابتن كنت لازم اشكره على الكلام الجميل اللي قاله عليا ده، فهو برضو يعني الناس بتتكلم اوفا اوفا يعني باباه وكده، لا هو جول كبير وجول عنده شخصيه كبيره وجول بصراحه يعني هيقدر يشيل النادي الاهلي 3 4 10 سنين 15 سنه هيلعب ان شاء الله مده طويله، عشان هو يعني جول يستاهل، او هو يعني جول بصراحه يعني عنده موهبه جامده جدا، فهو ان شاء الله يبقى هو كابتني في منتخب مصر وكابتني في النادي الاهلي، فان شاء الله يقدر يقدم المزيد من اللي عنده. واقول كبير انا بصراحه، وخلي بالك ده اللي عاجبني كمان في شخصيه مصطفى شوبير، برغم ان ممكن في ناس يعني بتنتقد لاهداف او لاغراض ما في وقت من الاوقات، لكن هو عنده الشخصيه اللي بتميزه ده من هي شخصيه لاعب النادي الاهلي. طب انا كابتن هو اصلا جول يعني شخصيته جامده جدا، هو ده اللي مميزه عن اي حد او عن حد في جيله، هو ما شاء الله بيلعب مع ال 2000 وبيلعب مع 99 بينزل يلعب معاهم، ومع ال 97 كان بيلعب بصفه اساسيه الماتشات اللي فاتت كلها السنه اللي فاتت، ومع موجود مع الفريق الاول يعني بيبقى يعني هو دلوقتي جول ثاني او ثالث يعني مش بعيده يعني، وان شاء الله فرصته هتيجي وانا واثق فيه ان شاء الله، لو الفرصه جات له هيبقى جول مصر ان شاء الله. ان شاء الله عارف. كنا بنتكلم دلوقتي عن الكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل الرحمن وانت بتقول كمان ليه فضل كبير عليك، وحكيت بدايه ما هو يعني صعدك معاه. ايه كمان الحاجات اللي انت استفدتها يعني من خلال السنه اللي فاتت ما كابتن عادل عبد الرحمن تولى قياده 97؟ لا كابتن يعني انا لو اتكلمت كتير يعني هو انا استفدت منه كتير جدا يعني من طريقه التعامل، من طريقه كلامه معايا، هو دايما كان يقول لي لازم لعيب الكوره يعني يبقى عنده هدف عشان يوصل له، وانت انا شايف فيك انك لعيب كويس وان شاء الله هتبقى يعني نجم في النادي الاهلي، وقبل ما يمشي على طول راح من يعني مناديني كده، كنا في جزء من الملعب كده وبيعمل تكتيك وكده، فقال لي خد يا عرب، قلت له يا كابتن، قال لي انت هتبقى نجم كبير، انت نجم هتبقى لعيب كبير جدا، قلت له ان شاء الله يا كابتن، فراح سايبني وماشي، فانا طبعا بشكره على الثقه اللي هو اديها لي دي او بيتكلم عليها في كل حته، فانا بشكره جدا والله، وان شاء الله اكون عنده حسن ظن حضرتك. عايزين نروح بقى للمنتخبات يا عربي، انت 2001 18 سنه انضميت لمنتخبات مصر قبل كده؟ الحمد لله كابتن. وانا في الاول رحت منتخب مصر مع كابتن عمرو انور جيل 2000 وما حصلش نصيب، ما كملناش في البطوله يعني والحمد لله. وحضرتك كنت من اختيارات حضرتك في منتخب 99 فكنت رحت انا تجمعين وكده، فبرضه ما حصلش نصيب ان انا اكمل، ف كنت رشحتك انا لكابتن حماده صدي، كنت بتفرج على مباراه 2001 واحنا كنا متواجدين مع كابتن حماده صدقي يعني منتخب 99، فهو لفت انتباهي فبلغت الكابتن حماده فجابه، لكن يعني هو ما كملش عشان كان في فرق سنتين من 99 و2001 عشان كان لسه يعني الاجسام شويه صغيره، لكن الموهبه عند عارف بدر يعني باينه او ظاهره من بدر. ورحت وانا دلوقتي موجود مع كابتن ربيع ياسين جيل 2001 وان شاء الله نقدر نحقق حاجه لمصر، عندنا بطوله 2021 ان شاء الله، ونقدر تصفيات تبتدي 21 تصفيات امم افريقيا 2021 ان شاء الله شهر 5. وشاركت وعملت لعبت مباريات وديه دوليه؟ والله يا كابتن حضرتك لعبوا هم في شهر 4 بطوله شمال افريقيا، بس انا ما كنتش كانت في اسكندريه بس انا ما كنتش متواجد فيها وان شاء الله عندنا معسكر شهر 9 ان شاء الله ابقى متواجد باذن الله ونقدر نحقق حاجه لمنتخب مصر. وكابتن ربيع يعني الفتره دي اشتغل معانا كويس قوي ومعسكرات وكده والتزام، ونقدر نحقق حاجه لمصر يعني ونبقى نجوم كده كبار ان شاء الله. طيب عايزين بقى نروح للفريق الاول، يعني هم بيكلموك اول مباراه، انت لعبت اول مباراه وديه مع الفريق كانت ضد مين؟ ده اول مباراه كانت من 2016 لا كان مع كان ماتش ضد البلاستيك، كان مع كابتن حسام البدري. حسام البدري طلعت انا واحمد اشرف ومحمد مغربي. كنت انت محمد اشرف المغربي كان 2018 2018 مش فاكر بصراحه. استدعوك كلموك تعالى في مباراه وديه في مختار التتش عشان تكون موجود فيها مع الفريق الاول. يعني وانا وقتها كان كابتن محمد شرف، كنت انا خارج من الامتحان فكابتن محمد شرف بيكلمني بيقول لي ان شاء الله عربي عامل ايه وكده، قلت له الحمد لله كابتن، قال لي انت فين؟ قلت له يا كابتن حضرتك انا لسه خارج من الامتحان حالا، قال لي عملت ايه؟ قلت له الحمد لله ربنا كرمني وحليت يعني. قال لي طب ان شاء الله انت موجود بكره الساعه 1 الظهر في ماتش ودي مع الفريق الاول. قلت له يا كابتن انت بتهزر؟ قال له والله يا ابني في ماتش مع الفريق الاول. اقول لهم خلاص انت مش جاي؟ قلت له لا ما تقولهمش ان انا مش جاي، ده انا هروح النهارده بات، ده انا هبات النهارده في مختار التتش طبعا. بصراحه يعني انا اول ما قفلت فكلمت والدتي بعد ما قفلت مع كابتن شرف، يعني
فضلت تزغرط ومش مصدقه. اه طبعا ووالدي برضو واهلي كلهم عموما يعني. فانا طبعا شاركت انت في المباراه دي؟ اه كابتن لعبت بتاع يعني تلت ساعه بالظبط في الاخر. اه لعبت تلت ساعه. اصل هو كان في كم من لعيبه كبار يعني، كان في لعيبه كتيره جدا. وبعد كده شاركت انت مع كارتيرون على ما اعتقد. بعد كده كان كابتن حسام البدري مشي وكده. بعد كده جه كارتيرون. طلعت انا برده معاه ماتشات وديه كتير. طلعت كتير وخاصه كنا بنلعب الفريق الاول عندنا برده ماتش ودي عندنا في مدينه نصر. وساعتها حصل تغيير ما بيننا وما بين الفريق الاول. انا نزلت مع الفريق الاول يعني كارتيرون قال لي يعني لعبت شوط معاهم وراح مخرجني لعبت معاهم الشوط الثاني. مع الفرقه الثانيه. لعبت مع الفريق الاول الشوط الثاني. وايضا برضو مع لاسارتي كنت موجود في مباريات وديه وفي فتره الاعداد. وفتره الاعداد ودخلت ماتش المصر الحمد لله رب العالمين. وناس بقى يعني ان شاء الله كتبت لك بطوله الدوري السنه دي البطوله 41 انك انت سجلت انك انت كنت موجود في مباراه رسميه. اكيد طبعا يا كابتن يعني اي حد يتمنى كده. وانا يعني بشكرهم جدا على الثقه اللي هم اديها لي وبقيت موجود في الماتش ده. وكان في اصابات يعني في الوقت ده فانا طلعت ودخلت الماتش الحمد لله وكنت موجود في على الدكه. وان شاء الله ربنا يكرم بقى الفتره الجايه يبقى لو لينا دور نقدر نلعب ان شاء الله والناس يعني تشوفنا باذن الله في الملعب. خلي بالك هي الفرصه هتيجي هتيجي، بس هي لما تيجي بقى انت وشطارتك الوقت اللي هتيجي فيه هل انت جاهز بدنيا وفنيا وفي افضل حاله ليك. لكن ان شاء الله الفرصه هتجي لك وهتجي لك مره واثنين وثلاثه، لكن دايما تبقى انت وانت ناشئ مستعد ليها. يعني انا بحييك برضو وانت بتقول لي انك انت بتتمرن دايما مع الفريق الاول انك بتطلب تلعب دايما مع فرقتك تحت عشان يبقى عندك لياقه المباريات. خبره الماتشات برضو يعني حسيت المباريات بتبقى مختلفه عن التمارين بكتير يعني. هو اصلا يعني قبل ما لاسارتي يمشي وكده قبلها بثلاث ايام او يومين فهو ناداني قال لي ان شاء الله قال لي عربي انا عايزك تركز وتتمرن زي ما انت بتتمرن وانت بتزيد في التمارين ومستواك بيزيد فكمل زي ما انت وده حاجه كويسه انك مستواك بيعلى كل فتره واكيد يعني الفرصه هتيجي بس انت يعني خليك جاهز في اي وقت. وقال لي ما تستعجلش خالص وانا قلت له انا مش مستعجل طبعا وانا جاهز في اي وقت لو الفرصه جت انا جاهز وانا موجود يعني في اي لحظه. تمام. ايه بقى يعني ابرز الحاجات من خلال يعني مشاركتك مع الفريق الاول في التدريبات او في المباريات الوديه اكتر حاجات اللي انت استفدتها او تعلمتها؟ طبعا ان شاء الله ربنا يديك العمر لسه هتكتسب خبرات كبيره من خلال المواقف ومن خلال المباريات الافريقيه وكمان في الدوري الممتاز، لكن في المشوار الصغير ده ايه ابرز الحاجات اللي انت استفدتها؟ هو انا كنت طبعا في الماتشات يعني لما بكون اول لعبت انا ماتش كان جمهوريه شبين الكوم الماتش ده عملت ماتش كويس جدا يعني لعبت انا الشوط الاول كله وخرجت اول ثلث ساعه وبعد كده نزلت تاني حتى الناس كلها كانت مستغربه من كده بس عادي يعني كان ماتش ودي فنزلت وطلعت تاني ونزلت تاني. فكنت انا كنت بلعب كان جنب كابتن حسام عاشور اول الشوط الاولاني. انت مركزك نص ملعب مدافع؟ 6 و8 بلعب دي وبلعب دي. وبقدر العب لعبت سرد باك يعني ماتش سموحه اللي فات كابتن احمد سراجي اخر 10 دقايق العبني مدافع. مدافع يعني تلعب مساك ممكن تلعب نص ملعب مدافع؟ انا الحمد لله ممكن العب مدافع ممكن العب ليبرو باك يمين اي حاجه يعني ديفندر. دخلك دي تبقى ميزه خاصة في اللاعب لما بيلعب في كذا مركز لما بيطلع فريق اول بيبقى عنده الخبرات انه يقدر يشتغل في كذا مركز. دي بتبقى ميزة خلي بالك ومهمة جدا كمان المدرب يقدر يستغلك وتقدر يبقى ليك دور بعد كده. طبعا كابتن المدرب طبعا بيحب اللعيب اللي هو بيقدر يجيد في اكتر من مكان فحاجة كويسة ابقى بس موجود في ال 11 يعني مش شرط اي مكان المهم ابقى موجود واقدر العب واخدم النادي يعني. فماتش اللي هو اللي انا لعبته ماتش الودي لعبت الشوط الاول كان كابتن حسام عاشور كنت بلعب جنبه الشوط الثاني نزلت كنت بلعب جنب كابتن احمد فتحي فاكيد يعني اتعلمت من ده وتعلمت من ده. مين مثلك الاعلى عربي؟ هو انا مثل الاعلى وكابتن حسام غالي طبعا اعتزل يعني بحبه جدا. اتفرجت على حسام؟ طبعا. هو انا طلعت في الفريق الاول لعبت الماتش الودي هو يعني مش قبلها بيومين كنت بتمنى ان انا العب معاه طبعا. انت خلصت على عربي هو نصيبك قدم كتير طبعا للنادي الاهلي ومنتخب مصر وزي ما حضرتك شايف يعني. خلي بالك حسام غالي برضو يعني خريج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هو كابتن عماد متعب حضرتك يعني ناس جدا فهو كابتن يعني زي ما بكلمك كابتن وكابتن حسام عاشور طبعا بحبه جدا ودايما هو بيكلمني
وبيتكلم معايا في التمارين وبره التمرين. فانا بشكره جدا وبشكر اللعيبه الكبيره طبعا كلهم بيتكلموا معايا كويس، فانا بشكرهم جدا ان شاء الله وانا بتعلم طبعا منهم. طيب كابتن فتحي مبروك بقى اخيرا وانت نازل من الفريق الاول وبتشارك دايما مع قطاع الناشئين، دايما بوجه لك يعني رسائل بيديك نصايح، كابتن فتحي مبروك. اه طبعا كابتن فتحي مبروك، حتى يوم ما نزلت ماتش سموحه وكده فسلمت عليه، وهو طبعا من المدربين او من الناس المحترمه جدا وبشكره جدا، واتكلم معايا قال لي شد حيلك وانت نازل عشان تلعب كويس ولازم ماتش مهم وكده. قلت له ان شاء الله يا كابتن عبد حسن ظن ثقتك فيا وان شاء الله ربنا يكرمه ونقدر نكسب، والحمد لله كسبنا. تمام، انا بس عايز اقول لك حاجه كده على الهواء عربي، يعني نصيحه بسيطه يعتبر من اخ ليك، انت يعني لاعب مميز لكن ان شاء الله لسه قدامك المشوار طويل، هتكتسب خبرات من خلال كره القدم. اهم حاجه ان دايما تمرينك يبقى بمنتهى القوه، لازم تحافظ على تمرينك بمنتهى القوه، لازم تحافظ على صحتك اللي هي راس مالك، لازم تحافظ على تواضعك، لما التواضع بتاعك لما بتنزل من الفريق الاول وكمان بتشارك مع زمايلك في قطاع الناشئين لازم يبقى عندك التواضع، ازاي زمايلك يحبوك، دايما تسمع كلام مدربك، دايما يعني في النصائح اللي بدونك، ان المدرب اكيد عنده خبرات بتكون اكتر منك. شرفتنا ونورتنا النهارده. ربنا يخليك كابتن، وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود مع حضرتك، وبشكر طبعا قناه النادي الاهلي وبشكر حضرتك جدا، يعني من خلال قناه النادي الاهلي الناس بتعرفنا وبقت تتفرج كتير على القناه، فانا بشكركم جدا ومن خلالها وبشكر والدتي جدا ووالدي طبعا بشكرهم جدا واخواتي، ف يعني يعني ربنا يكرمني يا رب واقدر اسعدكم دايما، فانا بشكركم جدا من خلال قناه النادي الاهلي ومع كابتن اسامه حسن. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا عربي. بشكر ضيف اللي كان مشرفني النهارده لاعب عربي بدر لاعب النادي الاهلي، اللي نتمنى له ان شاء الله التوفيق ونشوفه نجم ان شاء الله في الفريق الاول بالنادي الاهلي، وايضا بشكر فريق العمل كله، محمود شوقي، محمد الديك، احمد رشاد، علي توحيد، ومخرجنا المميز محمد دكروري، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير مع الأشباه.